كنشارك معكم الاشياء سواء بسيطه ولا اي حاجه راه كتعرفوا اليوميات ديالنا اللي كانوا هما اللي باقين اليوميات البسيطه ديالنا. حياتي في الامارات كيفاش كنعيشها، الروتينات وهذاك الشيء اللي كنشارك معكم. الحمد لله الحمد لله القناه نور ومهند، يعني ما بين انجح القنوات اللي كتقدم محتوى نظيف والفيديو تيشهدوا على ذلك، وانتم راه شاهدين خير ذلك. ولكن نتوما معنا يعني مش حال هذه، يعني ماشي ما هي عام، ما هي عامين، ما هي 3 سنين، ما شاء الله راكم كما كنقول لكم عائلتنا، يعني وليتوا من العائله يعني السنوات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف كنشوفوا هذه قناه نوره ومهند، هذه القناه اللي احنا دائما عاهدنا منها انها كتقدم روتينات ديالها كمغربيه في الامارات، انسانه محترمه كتقدم واحد المحتوى يعني اليومي بسيط، كتقدم المغاربه يعني واحد الصوره على المغربيه او المراه المغربيه خارج الوطن، كل احترام كل تقدير، بالرغم ان الزوجه والزوج ليسوا من جنسيه واحده، الزوجة من المغرب والزوج من سوريا، وكلاهما كيتمتعوا بواحد الشخصية محترمة حنونة طيبة، كيتعاملوا بواحد الاحترام بيناتهم، كيقدموا محتوى يعني بسيط لكنه عنده واحد العمق إنساني، بكون أن جوج الجنسيات يعني واخا حنا عرب مسلمين ولكن فرقتنا يعني هاد الحواجز الجغرافية، وأطلق على كل بلد اسم، لكن في العمق احنا دائما كنظلوا مغاربة يعني عرب ومسلمين، كتجمعنا قيم وثقافة، وبطبيعة الحال احنا كنقدروا كل الجاليات الموجودة خارج المغرب بما فيها الجاليات العربية والجاليات يعني الإفريقية وغيرها، فهاد الناس هادو كاملين كنحترمهم كنقدروهم. وكنشوفوا بان نواره هي مثال واحد الانسانه اللي خرجت يعني خارج الوطن في بلاد الغربه، كافحت من اجل انها تساعد الاسره ديالها وتقدم لها يد العون وتوفر لها واحد مورد مالي محترم، وبطبيعه الحال ربي لقاها بالاخ مهند اللي هو كذلك انسان محترم وانسان عنده واحد شخصية يعني محبوبة عند جميع المشاهدين. فماشي بالضروري نقدموا محتويات يعني دون مستوى ولا نوصلوا لواحد نقاشات فيها سوء الأدب وكلام منحط وكلام غير مسؤول باش يكون عندنا واحد محتوى ومشاهدة. فنوارة يعني كانت كتقتسم حتى مدة يعني تأخر الحمل ديالها، كيفاش دخلت المستشفى وكيفاش قامت بالعملية ديال أطفال الأنابيب وربي يعني منحها هذيك الطفلة، وكان دائما الأخ مهند يعني بجانب ديالها كيساندها حتى وصلت لذاك الهدف وهو أنها يعني تنجب طفلة جميلة جدا ما شاء الله عليها. فالمحتوى ديالهم هو محتوى يقتدى به، يعني بالضروري اننا نحاول ما امكن نطفو هذا اليوتيوب من ذاك النوع ديال المحتويات اللي هي فيها السب والقذف ومتجرب البشر ويعني والضرب في الاعراض والكلام غير المسؤول. لابد ان الانسان يحاول ما امكن يقدم واحد المحتوى حتى يكون بسيط ولكن يكون فيه اخلاق، فيه يعني يعكس الشخصية المغربية الأصيلة، الشخصية النظيفة والشخصية اللي عندها أخلاق ومبادئ، لأن هذا الشيء اللي بتاكي بروج في القنوات هو في الحقيقة ليس هو يعني مرآة للمغرب، لأن المغرب الحقيقي ليس يعني كل ما يروج في هذه القنوات، هو فقط سعار ديال بعض الأشخاص على المداخل بطريقة يعني لا مسؤولة وبطريقة عشوائية للحصول على الأموال. لكن هل حقا هما يعني عندهم واحد الاستقرار نفسي واستقرار عاطفي وهما كيقدموا هذا المحتوى؟ بطبيعة لا، بطبيعة الحال لا، لأن الإنسان ملي كيكون كيقدم واحد المحتوى فيه عنف وفيه كراهية وفيه
اسلوب يعني غير لائق، فهو ما كيعكس واحد المرض النفسي. هذاك مرض نفسي ليس هو الحقيقه ديالو، انما هو واحد المعاناه اللي كيعاني فيها من الحرمان، من عدم التقدير للذات، من عدم الاحترام، من عدم يعني الاستقرار النفسي والعاطفي. فاحنا كنشوفوا بعض القنوات يعني لا حول ولا قوه الا بالله تنسب او تنسب نفسها الى بلد المغرب، ولكن هي لا تقدم اي محتوى يعني يعطي هذه الشخصيه المغربيه. فانا جبت لكم هذه الاخت نواره والزوج ديالها مهند باش نبين لكم بكم ان يعني ربما هناك سوء تفاهم بينهما في هذه المرحله، ولكن كتحاول ما امكن ما تعطيش خصوصيه الخصوصيه، لان اليوتيوب هو ماشي مكان باش الانسان يعرض مشاكله الداخليه ويخلي الاخرين يبتزوه من خلالها، ولكن هو فقط للعبره، فقط للمشاركه، ماشي مكان لعرض المشاكل. فكنتمنى انني نكون قدمت واحده رساله من خلال هذا الفيديو، وكنتمنى انكم تشاركوا هذا الفيديو الى عجبكم، ودعموا القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا للمشاهده، شكرا لكل الداعمين لهذه القناه حتى تستمر. فانا موجوده يعني على اليوتيوب منذ 2018، يعني 2018، وبرغم ذلك لم اكن مسعوره على مداخل اليوتيوب، ولم يكن يعني الهدف ديالي هو الادسنس، ولهذا كنقدم بعض المواضيع وبعض النماذج باش نقدم عبره، باش نخرجوا بواحد النتاج، واحد الثقافه اللي كتعكس الثقافه المغربيه الاصيله المحترمه لما فيها لا عنف ولا سب ولا شتم. فكنتمنى ان هاد النماذج اللي كنقدم لكم توقكم وتوق المشاهد، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. المهم دابا كما قلت لكم هادشي اللي كاين، هادشي السبب اللي من الاسباب اللي خلاني نبرر صفحه اليوتيوب مابقاش نحط، مع انني ما خاصنيش نغبر بصراحه. لكم كتعرفوا اليوتيوب ملي كتغبري عليه بزاف 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 بزاف، يعني بحال شي محل وانت سديتي، كيجيو الزباين كيبغيو مثلا الحانوت بحال هادي الخياطه كيبغي يخيط كيقاسي راس هذا داك ما كيحب بحال هكا كيدي يغيب يغيب يغيب، فهمتي؟ الغياب مضر للقناه، اي واحد عنده محتوى كيعرف ان الغياب طويل كيضر كيطيح القناه، ولهذا فماشي لخاطري ماشي لخاطري شي حاجه فوق مني، مابقيتش قاده نواجه الكاميرا ما غاداش نضر. الحمد لله اليوم مت بجهد الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين وبنتي اللي محتاجاني وخاصني النوم. بنتي كتجي عندي كتبقى تقول لي ماما 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 ماما، كتشوفني بهذيك الحاله كنقول مسكينه الدريه اشنو ذنبها، يعني كتشوف باها في جهه يعني بصراحه تهرسنا تهرسنا تهرسنا، هرست من المشي ديال تركيا يعني كملت علينا. انا دائما بحال كنلصق كل شيء، الظروف اللي كيعيشوا مهند كل شيء، داك الشيء كيفاش تغيرت النفسيه ديالو، كيفاش تغير من جا من تركيا. كيقول لي كل شيء كنحطو انا على تركيا، ملي كنقول تركيا ملي جينا من تركيا وحنا مهند ماشي هو هذاك، ملي خرج مهند من بصراحه من الخدمه ديالو هو ماشي هذاك، ملي جلس في الدار شي ملي جلس في الدار جلس في الدار صافي ما عرفتش اي حاجه ولات كتاثر عليا، اي حاجه ولات كتاثر عليا كتاثر عليا. كما كنقول لكم انا دائما كنخليه عذر الانسان، المهم هو يجلس ويفكر ويعرف. انا ما عارفاش شكون اللي الانسان ما كيكونش عارف واش هو اللي غلطان ولا انت اللي غلطانه. المهم واحد كيقاد الوثائق ديالو وريقاتو كيحط الامور كلهم قدام عينيه وكيبدا يفكر، راه بالمنطق الانسان كيعرف. المهم كما قلت لكم انا غنمشي ان شاء الله للمغرب، جمعت حويجاتي والله العظيم. دابا انا كنهضر معاكم دابا هنا في هذا الفيديو، والله العظيم باغي للوالده شي حاجه من هذا الشيء. ما كنقولش ليها الوالده ما كنبغيش نشارك معاها المشاكل ديالي، حيت الوالده مسكينه كبرت في السن وعيات، والوالدين ديما كيبغيو يشوفوك تيسانات ملي كيكونوا يكبروا هما كيشوفوك تيسان كيبغيو يشوفوك مكسوره. كنبغيش انا نقول ليها ولا نقول خليها هما اللي فيهم يكفيهم، تا هما الوالدين ديالنا تعذبوا علينا تكبرنا، راه ماشي جينا وكبرنا هكا وتا هما شافوا علينا الويل وتا هما شطرا ليهم شطرا ليهم، نقول لهم فيهم يكفيهم صافي.
مهم